ماذا أقول يجوز تخصيص لكتاب هذا يجوز وهذا يجوز الغول الغول بالهادي أن يجوز تخصيص العام على العام لا يجوز بالقياس خلافا للإمام الرازي في منعه ذلك يا رب تتقرع الأيام لأن الإمام الرازي لا يقول القياس بالقياس أتدرون أربعة أيام ونحن في العدالة خلاف أربعة أيام في ماذا؟ الثلاثاء والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخامس ايام السعاده والسرور لا ايام السعاده والسرور بس لا اربعه ايام لا ده وعندما انتهي سنه من الساعه الثامنه الى الثامنه صباحا لا صلاه ولا نوم ولا اكل كما فعلت من قبل لا تاكل وتشرب اما الصلاه لا وجود يقول الله في كتابه العزيز وما خلق الجن والإنس